يعني معناه ان احنا محتاجين، انا ما بقول محتاجين زمان، احنا عندنا ناس كويسين، لكن افتكر احنا محتاجين تدريب، محتاجين تغذيه كويسه، بنية تحتية. محتاجين بنيه تحتيه، محتاجين تدريب طوالي، دي كلها حاجات ولا شنو يا استاذ ميسر؟ أكيد أكيد، يعني من ناحية مهارات مهارة سكيلز فظيعة نحن عندنا حقيقة. مهارة عالية. نعم. عندنا حاليا الآن موجود في الدوري السوداني لعيبة يعني لاعبين يعني على قدر عالي جدا من المهارة. لكن زي ما قلت يعني المستوى العام والمستوى ده بتاع التكتيك، التنظيم في الملعب، الانتشار، الجوانب البدنية، أيوة الذهنية، الذهنية، النفسية، النفسية، هذه كلها عوامل. ما في نادي في السودان حسي عنده معيد نفسي، نحن بعيدين شوية، مع انه اساس في تعيين معيد نفسي في البيت كمان مش والله جد يعني صح. المعيد النفسي مهم اكيد اكيد. نعم اكيد نتمنى انه نمشي لقدام ان شاء الله مع النتائج يعني جيدة. منتخب بالامس انتصر على مدغشقر، نقول يعني لحفظ مع الوجه. نعم لحفظ مع الوجه. انتصار يعني بيفيدنا في التصنيف، نحن تاخرنا بشكل غير عادي في التصنيف الفيفا، نحن يعني في مراكز متاخره جدا. اربع هزائم متتاليه في التصفيات، يعني لم نستطيع التاهل لامم افريقيا في مجموعه يعني فيها السنغال ومدغشقر و يعني يعني حظوظ يعني بصراحة يعني سيئة جدا في 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 وفشل في التأهل لأمم أفريقيا في ظل منتخبات استطاعت لأول مرة في تاريخها أنها تتأهل، يعني موريتانيا، جزر القمر، منتخبات لأول مرة في التاريخ أنها تتأهل لنهاية أمم أفريقيا. يعني الفوز 3-1 نتيجة جيدة، خاصة أنه خارج السودان. نتمنى أنه الغايمين على الأمر اتحاد الكرة، اتحاد كرة القدم السوداني يعني يولي أمر المنتخب اهتمام أكبر. صراحة نحن محتاجين له وقفة، محتاجين اهتمام أكثر. لسه أنت ذاكر اتحاد الكرة، خلينا نتكلم عنه، أنه وجه بتفتيش للملاعب، خلينا نتكلم عن الفكرة دي، يعني نوعية التفتيش من ياتنا يعني الخطوة نفسها يعني حصلت الموسم الماضي. يعني الموسم الماضي وتم إبعاد ملعب نيالا وملعب كادوغلا على ماسكور من 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 التمثيل في الدوري الممتاز. واضطرت أندية نيالا ونادي هلال كادوغلا من اللعب خارج القواعد. خطوة كويسة، خطوة جيدة. النادي اللي بيلعب او المدينه اللي عندها ممثل في الدوري السوداني الممتاز يفترض انها توفر ملعب ممتاز. لازم يعني المنافسه تحظى باهتمام في جانب البنى التحتيه زي ما ذكرنا في البدايه. اعتقد انه الخطوه ممتازه والخطوه جيده، اتمنى انه ما تحصل مجامله. لانه الملاعب وجودتها بتاثر على طبعاً. شكل المنافسه صحيح. بتاثر على شكل النقل، شكل النقل بتطور مستوى كره القدم في البلد. بنشوف انه لعيبتنا لما يطلعوا برا ويلعبوا على ملاعب ممتازه صحيح. شكل الاداء بيختلف بالضبط. نتمنى انه يحصل اهتمام اكبر بملاعبنا في السودان. نتمنى ان شاء الله. نتمنى اخر ملعب غايته انا شفته اللي هو في نيالا الان. وقفنا على التشييد بتاعه، قالوا على احدث المواصفات الفيفا او المواصفات الاخيره، حتى النجيله الاصطناعيه قالوا بانها 5 سم وشويه ما بعرف النجيله. يعني المهم انه في تفاصيل، اعتقد بانه احنا اذا مشينا في التطوير بالشكل ده ممكن يكون عندنا اداء اكثر تميز. يعني والله بس يعني ملعب نيالا ملعب كويس خالص. الملعب الجديد نيالا نفسها اهتمت بالملعب صحيح. لما ابعدت من اللعب على الارض. في مشاكل بتكون في الولايات. الانديه يعني ملاعب كره القدم في الولايات بتشهد فعاليات احتفالات صحيح. وبيتم يعني اتلاف ارضيه صحيح. الملعب صحيح. يعني زي ما صحيح. شفنا في بورسودان صحيح. في نيالا نفسها. يعني اتمنى انه يعني ملاعب كره القدم تكون لكره القدم. استاذ المريخ في فتره استاذ المريخ نفسه كلامك فترات. لكن يا ميسر انا مش شايف ده التطور، انا شايف ده التقهقر. يعني ما يحدث الان النجيل الصناعي يعني انا بندهش يعني اول يعني أول نجيل طبيعي. يعني فتره محدوده النجيل حيتلف، يعني يمكن زي ما لعب الخرطوم في لحظه من اللحظات اصبح زي البينج بونج ترى. بس البينج بونج حاجه يعني الفريق المصري لما جاء قوي يعني بيصيب اللاعبين يمكن بكسور بغضروف رباط صليبي من الحاجات.
ليه ارضنا احنا ما زراعيه الان؟ احنا بنشاهد في الامارات في السعوديه ارضنا زراعيه افضل. صحيح. عدم الاهتمام زي ما قلت انت قبل برضه الفعاليات. النجيل الطبيعي معروف انه يفضل دائما النجيل الطبيعي في كره القدم. ما في ابدا زي النجيل الطبيعي حتى للعب الكوره نفسه. هو دائما يفضل النجيل الطبيعي. النجيل الطبيعي محتاج اهتمام كبير طبعا، محتاج صرف اعلى. ده فده السبب في انه الناس دائما بتلجا للتحول للساهل. للساهل. هل بتعتقد ده اثر لقدام؟ لانه انا شايف مدني حولت، شايف نيال محوله هنا، استاذ الخرطوم تحويل، استاذ الابيض، يعني مجموعه من الاستادات. مجموعه من الاستادات. هو يعني لما نيجي نقارن بشكل الاستاد قبل النجيل الصناعي وبعد النجيل الصناعي، تلقى النجيل الصناعي افضل كشكل. نعم نعم يعني نعم. حتى النجيل الطبيعي عندنا قاعد يعني يتم يعني ما بصراحه بشكل يعني ايوه تقليديه كده ماشي. نعم أيوة. نعم نتمنى. بعدين الدائره كمان البيئه عندها تاثير، يعني الخريف ده لما يجي ممكن يعمل بيبوظ، لانه احنا اصلا ايمان لو كان معمول الخريف ده بيجي في انجلترا وبيجي في قطر وبيجي في السعوديه وبيجي في الامارات، ليه ما بيبوظ؟ المطر ده ما عندنا احنا بس، لكن وبل المطر ده ممكن احنا نستفيد منه، بل الملاعب الخارجيه يا ميسر بترش قبل المباراه، نحن لو رشيناه هنا بتطلع طين. ايوه هذه مشكله حقيقيه. يعني نتمنى المختصين في 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 موضوع أيوه. النجيل وكده برضه يعني ما قاعدين نستعين بهم كثير في الملاعب، بنزرع بس كده. أيوه. المريخ مباراته اوشكت على اتحاد العاصمه الجزائري في بطوله شيخ زايد. دي يعني مباراه مهمه وكبيره في دور 16 دوري شيخ زايد. نعم. البطولة العربية. نعم. بين قوسين المريخ مطالب بتحقيق نتيجة جيدة. نتيجة إيجابية. خلينا نتكلم بصراحة، محتاج لفوز يعني مطمئن، لأنه حيلعب الرد في الجزائر، وفريق الاتحاد العاصمة فريق يعني عنده وضعه، عنده مكانته في كبيرة. في افريقيا وفي الشرق الاوسط وفي الجزائر. بيضم عدد من اللاعبين. بصراحه انا شايف انه معدل الاعمار في اتحاد العاصمه كبير شويه. يعني شكل الحركه نفسه اثناء سير اللعب بطيء شويه. نحن ممكن نستغل الحاجه دي. المريخ بيتدرب يعني منذ وصوله من الامارات، والتمارين مغلقه والجهاز الفني يعني مركز تماما في هذه المباراه. اللاعبين نفسهم يولوا المباراه اهتمام كبير. الكوره مساء الاربع في استاد المريخ. نتمنى حشد جماهيري كبير بيسهل وبساعد بصوره كبيره في تاهل للمرحله القادمه من البطوله العربيه. البطوله العربيه بقت مطلب يعني. نعم صحيح ان شاء الله. خبر عن مهاجم الهلال الزامبي فاز بجائزه هداف الدوري في بلاده، واللي هو انبوبو. انبوبو لاعب جيد في تقديري، هو لاعب ممتاز يعني لاعب محترف ممتاز. بتبقى بعد ذاك المشكله في كيفيه تاقلمه، والتاقلم في السودان للاعب الاجنبي دائما بياخذ وقت. ايوه. اذا بقى محظوظ في الوقت ده يلقى الدعم من الجمهور ومن النادي. صحيح. إذا ما لقى الدعم من جمهوره والنادي ما حيتأقلم، يعني حيكون مضغوط نفسيا وحيفشل شهرين ثلاثة زي ما شفنا. بقينا في محترفين بيتخلص منهم بعد شهرين ثلاثة في السودان للأسف يعني. فممكن يعني يتم الاستغناء عنه. أنا بفتكر إنه هو لاعب كويس وحيقدم إفادة فنية، يعني فائدة فنية كبيرة للهلال. الهلال برضه عنده مشوار إفريقي، مطالب يعني بإرضاء قاعدته، خاصة إنه في السنوات الأخيرة يعني الهلال والمريخ الاثنين ما بيقدموا الشيء المطلوب منهم وبيرضي طموحات القاعده بتاعتهم الكبيره في السودان. عايز اسال سؤال في الجانب ده لو سمحت. نعم تفضلي. له علاقه بمساله تغيير اللعيبه الكل شويه ده، مش ده ممكن ياثر على سمعه النادي في محيط الاقليمي والعالمي لكره القدم؟ نحن سمعتنا مع موضوع في موضوع الاجانب ده للاسف بقت ما خالص. كان الاجانب يعني مكان ما نحن نمشي دائما اللاعب الاجنبي في افريقيا هنا عموما او المدربين او الطوال يقول لك يا اخي عندي لاعب امنيته يجي يلعب في السودان يلعب في المريخ او في الهلال. يا اخي لازم كده يعني مكان ما كنا نمشي كصحفيين طوال بتلقى الناس بتعرض خدماتها لانديه القمه.
الليلة الحاجة دي موجودة لكن ما زي زمان. قلت. ولو مشينا بالطريقة دي بعد شوية ممكن نصل مرحلة أيوة يا أخ والله يا أخي داير لي لاعب كده النادي الفلان ويقول لك لا والله الله الغني يعني. فسمعتنا بقت السبب الظرف الاقتصادي. الظرف الاقتصادي لاعبين ما ياخذوا حقوقهم، اللاعبين حتى مرتبات بقت قليله، فده ما بيدفع اللاعب الافريقي بالتاكيد انه نعم بس التاقلم دي افتكر لها دور برضو الجانب النفسي والله هي دي يمكن دي من النادي ما من اللاعب، من النادي يعني من النادي. ما هو اللاعب اذا بياخذ مرتب وبياخذ ما بيكون متاثر كثير بالضبط. لكن في طبعا في جوانب ثانيه يعني السودان نفسه بلد في شكله في طبيعته كده مختلف. أيوة. على الأفارقة. على الأفارقة. أيوة. على الأفارقة الناس مفتوحين. منفتحين. نعم. ناس أيوة. بيحبوا الحياة ويحبوا الدنيا وكده. نعم. فما بيلقوا لا لا لا. الجو بيئة دي هنا. نعم. موجود أيوة. في السودان. أيوة. أيوة. بتأثر بشكل ما. نعم. بتأثر بشكل ما. نعم. يمكن مجتمع محافظ ومجتمع. يمكن أنت واحد من الناس اللي يمكن عاشرته جارزيتو. قريته كان بيتكلم عن الناحيه النفسيه، بيتكلم عن ايمان، بيتكلم عن المسرح والسينما، بيتكلم عن انه يعني انا علاقتي به ميسر يعرف ممتده. أيوة. عظيمه. أيوة. فبيتكلم عن المسرح، لابد يكون في مسرح، لابد يكون في سينما عشان صح. الناس تطلع من الاجواء، لابد يعني فعلا محتاج للعيبه بس كلنا محتاجين ما هو للانسان عموما طبعاً. مش للعيبه، للانسان عموما عندها دور كبير صحيح. في صحيح. تكوين الانسان يعني صحيح. نعم صحيح. الناحيه النفسيه بتلعب دور نعم بتلعب دور. نمشي لاوروبا. نعم اوروبا نشوف سويسرا عملت مع بلجيكا عمايل وكمان انجلترا على كرواتيا. نعم مفاجآت كبيره. نعم. صراحه يعني بلجيكا وسويسرا المباراه كانت بتمشي كما متوقع عليها 2-0 في الربع الاول من المباراه. نعم بسرعه كبيره جدا بعد نص ساعه انقلب كرواتيا تعادلت وبقت بتهدد لغايه المباراه انتهت بخمس اهداف. خمس اهداف. نعم دي مفاجاه كره القدم الجميله السعيده اللي بتخلينا احنا نتعلق بالرياضه دي تتعلق بالمستديره دائما. البيبزل اكثر يعني بيلعب اكثر صاحب العطاء الاوفر هو اللي ايوه ما افتكر انه امبارح سويسرا كانت جريئه كانت مؤمنه بـ 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 بامكانيات بعض اللاعبين. افتكر انه اللاعب الكبير دائما متواجد في المباريات الكبيره. شاكير امبارح كان لاعب كبير. نعم كان دوره بارز واضح اكيد. نعم عندنا دي كلنا احنا عندنا يعني يمكن احنا وشكنا على الختام. واذا تحدثنا عن انجلترا انجلترا يعني العمر اللاعبين صغير يعني واضح من خلال يعني فريق مستقبل. ايوه يعني هو اللي هو هنا انت بتربط دائما تربط عندك الفكره والخطه بتاعتك البلان بتاعتك بتخطها وبتطبقها وبتنفذها تنفيذ كويس. نعم ده اللي عمله ساوث جيت. نعم نفس خط بلان وجاب معدل اعمار صغير وبنى عليه فكرته ونفذ والتنفيذ كان سليم. نعم يعني نعم حالف التوفيق في تنفيذه. انا اعتقد انه انجلترا حيكون عندها منتخب يعني لا يخر. نعم في السنوات لا يخر. نعم يعني حتى على صعيد انه تنافس اسبانيا تنافس المنتخبات الكبيره، مع انه الكبول حصلت للمنتخب الايطالي حصلت للمنتخب الهولندي في السنه الاخيره او السنتين الاخيرات خلتهم برضو يعني يرجعوا يعني مستويات المنتخبين برضو مستويات عاليه. أيوة. بمعدل اعمار برضو صغيره. نعم. فانا افتكر انه ثلاثه منتخبات انجلترا هولندا ايطاليا منتخبات يعني حتكون عندها عرش اوروبا في السنوات الاخيره. ناخذ من الحته دي ونقوم نديها طوال لناسنا لنوادينا على اساس انهم يحاولوا يعني يستفيدوا من هذه التجارب. نأمل ان شاء الله. اكيد شاكرين لكم قدرين استاذ ميسر مجزوم. شكرا جزيلا على هذه التلميحات الجميله في المجالات الرياضيه بشكل عام. شكرا جزيلا لك. يديك العافيه ان شاء الله. الله يخليك. ووصلنا للختام. نعم احنا بنشكركم مشاهدينا بالتاكيد، نشكر كل تابعونا في الساعتين، ونتمنى ان شاء الله دائما نوفق في تقديم كل ما هو ممكن. تحايا وتقدير واحترام لكل الضيوف اللي كانوا معنا والمشاركات وكل التيم العامل. شكرا لكم. شكرا ايمان. شكرا للمشاهد العزيز. الى اللقاء.